مزيان الحمد لله الدنيا زيان تطلقات الناس بغات تسيب من دوزا من طوموبيل تسيب من دوز هادشي علاش بالنسبه للتاجر ما عنده ما حال وراه مزيان المزيان اللي يخلي الزنقه الناس من دوزو الكليان من دوزو كاين اللي وقف السياره ديالو ما سيفش من يدخل يتقدى البائع موسى جوي الله يحسن العون هادو كاين الناس اللي عنده عائلته شوفي غادي يمشي كيفاش غادي يبيع ويشري واش كاين اللي غادي يقدر يمشي يتشرد كاع كاين اللي يقدر عنده محل بحال هذا عطاهم في السوق هاد المونتاج عطاهم شي محلات قلال ولكن بالنسبه اللي كيبيع ويشري وكثر من اكثر من المحلات. انا سيدي فرحانين بهاد الحوايج اللي داروا معنا المسؤولين يعني نقاو لنا المارشي واقفه السلطات نقاو الدنيا مزيان اللي عنده محل راه يدخل يجلس فيه يعني نظفوا لنا الدنيا حاجه مزيانه ماشي حاجه ممتازه ماشي زعما وبال المارشي وتنقى المارشي وتنقى الدنيا ولا المواطن يدور على خاطره كيتقدم مزيان وكل شيء مزيان. المشكلة عندي اخويا انا ولد جديد ولد السعادة. 29 في السعادة ماشي عام ماشي عامين تقريبا 25 عام انا عايش في السعادة لا اب لا ام لا ام ديالي والاب ديالي هي هذا المارشي. دابا انا حيدوني من المارشي شردوني بحال يسير يجيب الحشيش بيعي عاود رجع لذاك الشيء اللي كنت عايش فيه وانا هذاك الشيء اللي كنت عايش فيه حيدته من البداية انا بغيت شي حاجة كنعيش بالحلال. من دخلنا خلاص درنا حلال ودار 20 عام وانا خدام انا ما سيبت معاهم لا محال لا والو شو وحدين دابا كاينين هنايا شدوا محالات شدوا عيالات شدوا محالات رجال شدوا محالات مراتك راجل ومراته شدوا حانوت 24 عام وانا هنا خويا في هذا البلايص هنا كبرت هنا ود 10 سنين كبرت هنا زدت هنا مني حليت عيني حليت عيني انا كاينه مبادره ولا ما عطاوني والو كاين الاستفاده لو انا كنت كنتسنى من 2000 من 2005 كنت كنتسنى شي مبادره ملكيه غتخرج بينهم نستافد حتى انا غنستافد شي حاجه زيرو درهم نهضر معاك انا زيرو درهم عندي اقدامي انا لا زيرو درهم كبرت هنا كلشي انا من جيت البارح تعيط عليا قال لي تعال حيد كلشي مره ولا قالت لي القايده غتبقى هنا كاين اللي غيدوي معاك من جيت لقيت قال لي حيد كلشي الصباح حتى جيت لقيت كلشي مرول لي السلعه ماشيه كلشي ماشي باقي لحد الان ما هضر معايا حتى حد حتى شي حد ما هضر معايا ما جا عندي ما قال لي حتى شي حاجه باقي لحد الان كاينه المقدميه درنا الكروسه ما خلينا ما درنا جا الوقنا معاهم حولونا ملي كان المارش المقاطعه في كاين الدور دابا ديال لوسيبي تم فين تحولونا وما كنا بركنا سيمانه شما حنا ولا زهره ما بعنا ما شرينا عاود رجعنا تكرفصنا في الاول بغينا تكرفص عاود في الاخر نعاود نتكرفص عاود ثاني مزيانه مخيره مخيره تنقى الدنيا وهما ما كيتعداوش على شي واحد اللي عنده هما كيقول لك اودي بان اللي عندك شي حجه واجه لا بها هما خصهم هذوك اللي كان مسير اللي كان مسير ما عارفش يعطي الحريفي ود البلاد اللي عنده لاكارت لاسونون في البلاد وعنده ولاد وجالس في الزنقه هذا عايش في السعاده بوالو ديال الله كيجيني كيدبر على 70 درهم 80 درهم غير باش يدبر على والدي قاتلو عباد الله بنادم ما عنده فين غيمشي هاكي اللي شدو حوان الدار من 3 سنين في السعاده 4 سنين هاكي اللي دار ب 18 عام 20 عام وواخد الحانوت الاول شحال من واحد هنايا مشرد كيدور كيشدوك كيدخلوك للحبس ودارو لهم ماشي مبادره بنادم يدبر على راسو اش غاتاخذوا مع عندهم 1000 درهم في الحانوت وبنادم عطاو شي مارشي حانوت عطاوكم 2000 درهم 3000 درهم ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس